السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم ومع حلقة جديدة من برنامجكم بوضوح. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وموضوعنا النهاردة في غاية الأهمية، العلاج البديل أو التداوي بالأعشاب. الكثيرون منا يلجؤون إلى الطب البديل أو التداوي بالأعشاب نظرا لتكلفة أو التكلفة الباهظة في الدواء الآخر الكيميائي، أو لأنهم يستسهلون هذا، أو لأنها وصفات تربوا عليها أو استمعوا من بعض الناس إليها، مثل قولهم اسأل مجرب ولا تسألش طبيب. البعض الآخر يقولون هذا الكلام كلام مضى عليه الزمان، وآخرون يقولون هذا هو الأصل والطب البديل له أعراض جانبية. هذا ما سنعرفه مع الدكتور محمد الفايد الباحث في علوم التغذية بجامعة الزقازيق وخبير الأعشاب والنباتات الطبية. أهلا ومرحبا يا دكتور. أهلا بحضرتك. نورتنا. نورك الله. الله يخليك. لعل الطب البديل نستمع إليه كثيرا، وفي وصفات من البعض ربما تكون صحيحة وربما تكون خاطئة. بداية، ما معنى التداوي بالأعشاب؟ نعم دكتور. أولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون. أولا برحب بحضرتك وبرحب بالسادة المشاهدين وبرحب بإعداد البرنامج والمخرج. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. هي فكرة التداوي بالأعشاب بشكل عام أو الأعشاب بالنباتات الطبية أو الطب البديل، دي كلها أسماء يعني إحنا دايما بنسمعها، بس هي مش يعني دي مش حقيقتها. هو الحقيقة بالضبط إن في حاجة اسمها الطب القديم. الطب القديم ده هو الحقيقة اللي نزلت أول ما اتخلق النباتات على وجه الأرض، ومن هنا اتخلق الغذاء، والغذاء هنا لكل كائن حي على وجه الأرض، والغذاء هو نفسه النبات وهو نفسه العشب اللي احنا بنتغذى عليه. وكل عشب ربنا سبحانه وتعالى خلقه لينا في الأرض هو أصلا دواء احنا المفروض نتمتع بيه، وإن احنا يدينا الطاقة والحيوية الكاملة لجسمنا بالكامل. فطبعا ان انا النهارده اقول ان انا بتداوي بالاعشاب والنباتات الطبيه، كل النباتات او كل ما اخرج من الارض ما تدخلش في الانسان بصفه عامه فده علاج. مجرد ان تدخل في الانسان بصفه خاصه فهنا ابتدى العلاج يبقى مشكوك فيه شويه. يعني تدخل الانسان ممكن يضعف من قيمه النبات؟ طبعا. يعني مثلا وليكن احنا مثلا عندنا النباتات بشكل عام او الزراعات بشكل عام، لو النبات دوت في الزراعه نفسه واحنا بنزرع النبات دوت، مجرد ان احنا حطيناه في التربه اللي هي خاصه بالنبات بتاعه، ان يطلع بدون اي مبيدات او بدون اي هرمونات ان هي تتفاعل مع النبات ان هو يطلع اسرع او اكبر او اكتر او الحاجات دي كلها، طبعا ده غلط، لان متبقيات المبيدات والاسمده في حد ذاتها على النباتات ممكن تسبب بعض الخطوره ايا كان وضعها. عشان كده بقينا نسمع عن امراض طبعًا جديده بسبب السرطانة، نسأل وده الله السلامة. وده بشكل عام على الغذاء ككل، مش على النبات بس، لا على الغذاء ككل، على كل ما يخص الزراعات عندنا هنا في مصر. تمام. طبعا ده كله احنا يعني عشان خاطر النهاردة نتكلم في تداوي، لازم اول حاجة ازاي نختار النبات اللي احنا هنستخدمه، ازاي ان احنا هنحلل النبات دوت ونعرف ان هو هيبقى كويس للمرض اللي احنا هناخده عليه، ازاي ان احنا نطلع منه المواد الفعاله اللي موجوده في النبات نفسه او الماده المستخلصه من النبات كعشب او كزيت او اسانس او ريحه او طعم، ده كله مستخلصات من النبات نفسه. كل الحاجات دي على مستوى مراحلها احنا بنشتغل بيها بطرق معينه، بحيث ان احنا ممكن ندخلها في مراحل كعقاقير بعد كده اللي هي الادويه، او ممكن نستخدمها مباشر مع الانسان خاص بالداء بتاعه بالظبط او خلافه يعني. نعم دكتور محمد الفايد، احنا معنا تقرير مشاهدينا الكرام وسنعود اليكم بعد هذا التقرير باذن الله تعالى. العلاج بالأعشاب حقيقة أم وهم؟ انتشر في الآونة الأخيرة لجوء الكثير من الناس إلى التداوي بالطب البديل، وذلك لأسباب عديدة، من أبرزها قلة تكاليفه مقارنة بالعقاقير الطبية، ولأنه لا يعتمد على الأدوية الكيميائية وإنما يعتمد على الأعشاب والمواد الطبيعية والطرق البسيطة الأخرى التي أثبتت فعاليتها في علاج الكثير من الأمراض.
وأكد العلماء أن الطب البديل موجود منذ القدم وعرف في أقدم الحضارات الإنسانية واستمر إلى الآن على الرغم من تطور الطب الحديث وتطور أجهزته وأدواته. وقد أثبت الطب البديل فعاليته في علاج الكثير من الأمراض وأخفق في بعضها، ورغم إيجابياته الكثيرة فإن به بعض السلبيات. من مميزات الطب البديل أنه يعتمد على المواد الطبيعية المتاحة في الطبيعة ولا يضم أي تركيبات كيميائية معقدة، وبالتالي كلة الآثار السلبية الجانبية مقارنة بالآثار الجانبية للتداوي بالأدوية الكيميائية. ويعتمد الطب البديل على استخدام الأعشاب والنباتات الطبيعية في علاج الكثير من الأمراض. ومن أشهر الأعشاب الطبية المستخدمة في العلاج البابونج والشمر واليانسون والقرفة والكركديه والزنجبيل وعرق السوس وغيرها الكثير من النباتات المعروفة وغير المعروفة. وأما عن سلبيات الطب البديل فمنها انتشار المتاجرة بالأعشاب وتركيباتها بشكل غير صحيح بغرض التجارة. ولقد أصبح طب الأعشاب يدخل في علاج بعض الأمراض المستعصية، كما دخلت التركيبات العشبية في تركيبات العقاقير الكيميائية المستخدمة في الطب الحديث. فهل يمكن الاعتماد على الطب البديل؟ وهل هناك أبحاث معتمدة أقيمت وأثبتت فعاليته؟ وما هي مؤهلات المعالج بالطب البديل؟ وما هي أدواته للكشف على المريض وكتابة العلاج اللازم له؟ كل هذا وغيره ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة. نعم طبعا، تقرير استمعنا إليه بصوت الدكتور الحبيب الغالي، أسأل الله عز وجل أن يكرمه رب العالمين، أخونا العزيز محي، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه يا رب العالمين. وتقرير مفيد جدا، والحقيقة في معلومات قيمة يا دكتور. في إيجابيات بالعلاج بالطب البديل وفي سلبيات. هل فعلا مسألة السلبيات ان في سلبيات؟ الحقيقة طبعا طبعا لازم يبقى في اضرار وفي سلبيات وفي كل حاجة، ده ربنا سبحانه وتعالى قال كده بشكل عام عن الغذاء ككل او على الصحة العامة او على الدواء بشكل عام. لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تصرفوا، معنى ان انا اخد نبات معين بصفة مستمرة لفترة طويلة ده هيريحني من حاجة معينة، بس الفترة الطويلة ديت ممكن يبقى فيها حاجة تانية ملحوظة تسبب خطورة، خصوصا على الست الحامل، خصوصا على المرضعة، خصوصا على كبار السن. فكل نبات لازم انت بتاخده بتستخدمه، انت بتستخدمه ليه وهتستخدمه لفترة قد ايه يعني كتير. يعني المسألة لازم تخضع تحت اشراف طبيب ده اكيد او متخصص. ده اكيد، ده اكيد 100%. لازم احنا حاليا بنعمل ايه، احنا بنقول ان ده بنكمل بيه الطب اللي هو الكيميكال اللي هو تحت اشراف الطبيب. الطبيب النهارده خاص يعني شخص شخص عنده مثلا مشاكل في القولون وليكن، خلاص عرفنا ان الاخ ده عنده قولون، القولون ده بقى نبتدي نديه المواد الفعالة اللي هي المستخلصة من النباتات على حسب احتياجه، على حسب سنه، على حسب هو بيشتكي من ايه تاني، ايه المشاكل التانية اللي موجودة عنده. كل حاجة بياخدها بتبقى بانتظام لفترات معينة. التقرير اللي انا شفته دلوقتي ده تقرير مهم جدا جدا، ويعني قمة الروعة. طبعا انا عاوز اقول لحضرتك ان الطب القديم دوت هو منذ قديم الازل وهو موجود. طبعا احنا النهاردة حضرتك لو انت جيت، انا هرد على التقرير ده بس يعني بعض الحاجات البسيطة، يعني النهاردة التوم اضعف الايمان. التوم دوت لو جينا نبص على كل الامبراطوريات اللي عدت والحاجات القديمة قوي يقوي المناعة. لا انا بتكلم على الامبراطوريات اللي عدت من اتخلقت الدنيا. انت واخد بال حضرتك التوم ده النهاردة شوف بعد كام الف سنة النهاردة بيدخل كعامل اساسي في ادوية الايدز، ده اقوى حاجة التوم. انت واخد بحرها طبعا. كفوائد التوم، طبعا التوم ده حاجة يعني عشان نتكلم في الفوائد بتاعته عاوزين ساعة كاملة نتكلم في الفوائد بتاعته، لان التوم ده مقوي عامل جهاز المناعة ومنشط للدورة الدموية في الجسم ومقوي للامعاء من الدرجة الاولى ومفيد جدا للهضم بطريقة لا تتخيلها. يعني لو حد عنده مرض القولون عافانا الله وياكم ممكن في حاجتين بقى ياخد التوم. حضرتك انت اتكلمت يعني انت اخترت حاجة احنا لما هقول لحضرتك معظمنا في مصر عنده قولون عصبي. طيب بص هقول لحضرتك على حاجه، هو احنا عندنا في مصر بنشكل 80% من الاشخاص اللي موجود عندهم القولون بشكل عام، 80% من الشعب المصري صلى الله عليه. تمام
طبعا لما انت تيجي تقول لي انت هتاخد التوم، انا هرد عليك بحاجتين. هقول لك انا اول حاجه بكتبها في الممنوعات بتاعت التوم والبصل، واول حاجه بقول لك استخدمها هي التوم. ازاي؟ هقول لك الفرق. لو انا اخدت التوم دوت بصوره مباشره اول ما اقوم الصبح على الريق، مش هيأثر معايا خالص، وهيديني كل مجموعه الفيتامين بي اللي انا محتاجها، زائد ان هيعمل طبقه عازله ما بين الاصل 10 والقولون، ومفيد جدا لانه مضاد للاكسده. انت واخد معايا حضرتك؟ طيب لو انا اخدت التوم ده، نفس التوم اللي انا اخدته الصبح، اخدته على الملوخيه، او اخدته في وسط الوجبات، او اخدته بعد ما اكلت اي وجبه تانية، هيأثر عليا بشكل مباشر وبصوره كبيره جدا. يعني طريقه استخدام طبعا نفس الـ 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 الاكل، نفس النبات، ممكن تختلف طبعا من سلب لايجاب. طبعا. وهي هي 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 نفس الثمره. انا اخدت الله. انا اخدت الثوم الصبح على الريق، الحمام بقى ما بقاش عندي امساك، بقى الحمام طبيعي جدا، بقت المعده عاديه جدا، ما فيش انتفاخات، ما فيش تقلصات، ما فيش حموضه على صدري، ما فيش اي مشكله خالص. طب انا لو اخدت الثوم ده في وسط النهار، طب لو اخدته على الوجبات اللي هي اصلا المفروض زي البتنجان تعرف ان احنا الشعب المصري بنحب البتنجان بالتقليه والثوم والحاجات اللي هي الحاجات الجميله دي، فطبعا لو احنا اخدنا الثوم بالصوره ديت، اول حاجه هياثر عليا ان هو هيعمل لي مشاكل في القولون بشكل عام، هيسبب لي كل الاعراض اللي هي القولون بيسببها، كانتفاخات، تقلصات، حموضه، ارتجاع في المريء، امساك، واحيانا تعنيه. ممكن برضك يسبب لي مشاكل ان هو يعمل ريحه الفم تبقى كريهه. وعلى فكره الثوم من اكتر الحاجات اللي بتقضي حاليا مع الطب الحديث على جرثومه المعده. طبعا يعني هي الثقافه والديدان طبعا بشكل عام. ربنا يعافينا من جميع الامراض. مساله تناول العشب او النباتات محتاجه ثقافه طبعًا. ولا بد ان تخضع تحت اشراف متخصص. لازم، ده حقيقي. ما ينفعش المثل السائر والمشهور اسال مجرب ولا تسالش مش طبيب. حقيقي الكلام ده، لان فعلا في ناس تقول لك خد الوصفه دي انا جربتها. ما هو حضرتك ممكن تختلف ما بين شخص والتاني، هو جربها على نفسه فعلا هو بقى كويس. اولا لازم كلنا نرجع ونكون متيقنين في الله سبحانه وتعالى ان الشافي المعافي هو ربنا سبحانه وتعالى. ده رقم واحد. اختلف الطبيب الكبير ما بينه وما بين الطبيب الصغير في مراحل الشفاء، فهي باذن ربنا سبحانه وتعالى. الطبيب الصغير شخص بس عشان ربنا هو عاوزه يشخص كده، عشان ربنا هو سبب له الاسباب اللي هو هيبقى من خلالها الشفاء على ايده هو. لكن يختلف ما بين الاشخاص، ما بين شخص والتاني، طريقه استخدام العشب ايا كان نوعه وايا كان وضعه. وعلى فكره البصل والثوم من الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمهم كصيدليه كامله للجسم بالكامل، من شعر راسك لضوافر رجلك. رغم يعني ان في نهي من اكل ثوما او ده مش حقيقي، او بصلا اولا يعني الا يقرب المسجد. لا يقرب المسجد، ده كان ايام زمان لان كانوا بيمضغوه. كانوا بيمضغوا السوم، فتخيل ان السوم ده كان بيتحشر في اسنانك. فانت النهارده في فرق كبير جدا ان انت تمضغ السوم. طبعا ده ما ينفعش اصلا. ازاي ان انا امسك كتاب ربنا سبحانه وتعالى او ان انا اقف قدامه وانا ريحتي كده؟ ده حاجه غير مقبوله بالمره. طيب احنا النهارده بنستخدم التوم ده ازاي؟ ليه طرق كتيره جدا تختلف. انا النهارده مثلا لو انا عاوز اقوي جهاز المناعه ونشط الدوره الدمويه، احنا النهارده عندنا فيروسات وميكروبات. لا بص، اللي عدى حاجه واللي جاي اكتر وجاي وكتير جدا. انا النهارده عاوز اقوي ده، انا النهارده اخد التوم ده ازاي؟ اسهل حاجه عندي، يختلف الجرعات ما بين الصغيرين والكبار على حسب المراحل العمريه بتاعتهم. هنقول مثلا شخص ما بين ال20 وال40 او ما بين ال20 لل60 هياخد 3 فصوص توم متقطعين الصبح على الريق بشويه ميه بس. دي طريقتهم. 3 فصوص متقطعين على الريق، متقطعين على غير الريق، على كوبايه ميه، على كوبايه ميه. هنا التوم ده هيقوي جهاز المناعه وهينشط الدوره الدمويه في الجسم، وفي نفس الوقت مضاد للاكسده بشكل عام ومهضم وحاجات كبيره، ملوش اي اثار جانبيه نهائي خالص. طب لو انت مريض ضغط، شوف بقى اختلف. هحط التوم في زيت الزيتون برضو على غير الريق، على غير الريق، من قبل اجيب راس توم كامله، اجيب راس توم كامله واجيب نص كيلو زيت زيتون، اقطع التوم في زيت الزيتون واجي الصبح على الريق اخد المعلقه تلات ارباعها زيت زيتون والطرف بتاعها قطع صغيره خالص من التوم على الريق. ده هينظم الضغط بتاعي وفي نفس الوقت مضاد، يعني مفيد جدا عشان مشاكل الكوليسترول والدهون الثلاثيه والحاجات دي كلها جميله قوي. لكن الطريقه، لكن تختلف. لو خدناها بشكل مختلف ممكن تغير حاجات كتير، تغير حاجات كتير طبعًا جدا طبعًا. طب احنا معانا الاستاذ دكتور اسامه حجازي، استشاري التخسيس وامراض البطن. اهلا ومرحبا يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا استاذ دكتور اسامه. حضرتك يا فندم، اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك وبالسيد الضيف الكريم وبالساده المشاهدين. ربنا يخليك. اهلا بحضرتك. ربنا يخليك. احنا موضوعنا عن الاعشاب والطب البديل، ما له وما عليها دكتور اسامه. اتفضل. نعم اتفضل. يا
يعني اتكلم هلا هو معلش، ده احنا عايزين حلقات وحلقات وحلقات علشان يعني نقدر نوفي الموضوع حقه يعني. ولكن سريعا، العلاج بالاعشاب هو اسمه طب الاعشاب، واسمه الطب البديل. ليه سموه الطب البديل؟ يعني اتفضل. بقول لحضرتك ليه سموه الطب البديل؟ يعني هل الطب الكيميائي هو الاصل؟ جميل قوي، جميل قوي السؤال ده، ليه سموه الطب البديل؟ طب ما خلينا ناخد الكلمتين، اول كلمه اسمها ايه؟ الطب. يبقى لازم الطبيب هو اللي يتعامل مع موضوع الطب البديل او العلاج بالاعشاب، وده عالميا مش محليا. اما محليا فحدث ولا حرج، كل من هب ودب بيشتغل في الاعشاب وبيشتغل في الطب البديل، واصبح استشاري في الطب البديل والكلام ده كله. على المستوى العالمي يا استاذنا، يعني او بلاش المستوى العالمي، خلينا نتكلم عقليا الاول، مين اللي بيعالج؟ من له حق العلاج؟ متخصص. الطبيب. لا مش متخصص، اسمها الطبيب. الطبيب ده عقليا. قانونا من له حق العلاج؟ الطبيب. نعم. شرعا من له حق العلاج؟ الطبيب. نعم. يبقى لابد ان نتفق مبدئيا على ان من له حق العلاج هو الطبيب فقط، وليس صيدلي، وليس 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 وليس. وللاسف اصبح كلمه الطب البديل الباب الخلفي، انا اسف في الكلمه، ولا اقصد بها احد، ولا اقصد بها تجريحا لاحد ولا اتهاما لاحد، ولكنها اصبحت الباب الخلفي للنصب باسم الطب. وتجد كثير جدا في ناس بتتربح من وراء الموضوع يعني. بالظبط كده، يعني تربح زي ما انت عايز يا اخي الفاضل، انا ما قلتش حاجه. ولكن لا تدعي انك طبيب، ولا تدعي انك معالج، ولا تدعي انك تملك القدره على الشفاء باستخدام كذا وكذا. هذا الموضوع زي ما بقول لحضرتك من الناحيه العالميه لابد ان يكون من يعمل بالطب البديل او العلاج بالاعشاب طبيبا حاصلا على بكالوريوس طب وجراحه، ثم يتدرج بعد ذلك فيما يستطيع ان يتدرج به من التخصصات المختلفه. وده ليه يا استاذنا الفاضل؟ ايوه نعم. بالعقل برضو يعني، عقلا، انا مش عايز برضو ادخل في تفاصيل صعبه على المشاهد الكريم. احنا بنقعد 7 سنوات بندرس الجسم البشري وظائفه وتشريحه واعضائه وتكوينه وكيفيه الاصابه بالامراض وماذا يحدث بعد الاصابه بالامراض وكيف نستطيع ان احنا نتخلص من هذه الامراض. 7 سنوات كامله. سنة دراسية في الطب 11 شهر ونص. نعم. مش 8 شهور زي الكليات التانية. سنة كاملة 11 شهر ونص. ورغم ذلك لا نوفي جسم الإنسان هذا الخلق العظيم من الخالق الله سبحانه وتعالى حقه في الدراسة والبحث. فما بالك بأن لا يفتح أن نلاقي صيدلي بيتحدث وكأنه يعني عنتر زمانه في المجال الطبي والمستحيل عن الطب هو بيعمله، ومسمى ايه؟ ومسمى الطب البديل. وللأسف يعني أنا بأسف جدا أن أنا أقول الكلمة ديت، الإنسان أو البني آدم بيستسهل الأمر، بمعنى أن المشاهد الكريم بيحب السهل والمتناول في إيده، فتجد ان هو يهجر الطب ويبتدي ان هو يستخدم كذا علشان علاج السكر، وكذا علشان علاج الجلطه، وكذا علشان علاج الربو الشعبي الى اخره، وبيسيب او بينسى ان في حاجه اسمها طب، وفي حاجه اسمها اليات طبيه، وفي حاجه اسمها استخدامات طبيه للاعشاب، وفي حاجه اسمها اثار جانبيه للاعشاب، وفي حاجه اسمها اثار علاجيه للاعشاب الى اخره، من كل هذه المسميات اللي احنا درسناها زي ما بقول لحضرتك بعد 7 سنوات كمان، مش 7 سنوات فقط. فلازم نعطي الخالق سبحانه وتعالى الاجلال والتقدير في التعامل مع الخليه الحيه. الطبيب يعمل في صنعه الله عز وجل. هذه الصنعه التي لها كل الاحترام والتقدير، ونرى فيها اعجاز ما بعده اعجاز. والحمد لله رب العالمين على نعمه الاسلام. واحنا يعني طلبه في الكليه كنا بنتعجب كيف الكافر كافر، ازاي الكافر ده رغم هذا الاعجاز في خلق الانسان كافر، تجد الخليه الحيه يعني اذكى مننا جميعا، وتكوينها وتركيبها ووظائفها وما تحمل من مهام شاقه طوال اليوم لا يتخيلها بشر. فكيف احنا نتعامل مع هذا الخلق وهذه الصنعه بمجرد ان احنا نذكر بعض الاعشاب؟
وبعيد تاني لحضرتك، انا لا اعيب على احد ولا اتهم احد ولا دكتور اسامه بعيني. مفهوم طبعا النصيحه الغاليه دكتور اسامه، دكتور اسامه حجازي، ولكن في بعض الناس عندهم يعني الذهاب الى الطبيب مكلف عليهم للغايه، هو ما عندوش 500-600 جنيه. طبعا يروح للدكتور. اقول لحضرتك حاجه، كده بيستسهل يروح للصيدلاني. نعم، هناك شخص يعني اعرفه جيدا ويعرفني جيدا، وبيني وبينه زي ما بيقولوا مصانع الحداد، نتيجة ان انا رافع كذا دعوة ضده واغلقت له كذا مكان والى اخره. هذا الشخص فتح عيادة وهو ليس بطبيب. اقسم بالله العظيم الشكاوى اللي بتجيلي منه من الناحية المادية يسيب لها الابدان. طبعا في تربح. اي زيارة لي في مدة اسبوعين بيدي مش اقل من 5-6 آلاف جنيه علاج. فانت تيجي تقول لي تكلفة مادية؟ نعم. نصيحة سريعة دكتور أسامة لمن يقدم على الطب البديل. والله بص حضرتك، هي نصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى وليست لهوى شخصي وليست لغرض شخصي. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن احنا نستخدم العقل الذي ميز الله به الإنسان سبحانه وتعالى عن سائر الكائنات. لما أنا أتعب أذهب إلى طبيب. عايز تتعالج بالعلاج بالأعشاب تذهب إلى طبيب متخصص في العلاج بالأعشاب. هو سؤال بسيط جدا، انت حضرتك لو انت عندك موبايل غالي شويه وحصل فيه حاجه ما بتدوش لاي مركز صيانه، بتروح بيه للتوكيل بتاعه. صحيح. وبرضه ربك سبحانه وتعالى اعطاك امانه اغلى من كنوز الدنيا وهي الصحه والخليه الحيه. فلو قدر الله، وتلازم العفو والعافيه للجميع، لو قدر الله مرض معين يبقى نذهب الى طبيب متخصص في هذا المجال حتى نتجنب المشاكل الكثيره جدا التي تحدث نتيجه العلاج العشوائي بالاعشاب. ومش عايز اقول لحضرتك كم حاله وفاه حدثت نتيجه التعامل بالاعشاب بغير علم وبغير طب. فنصيحتي الوحيده ان احنا نستخدم العقل الذي ميزنا الله به سبحانه وتعالى عن سائر الكائنات. عندما نمرض كما امرنا الله سبحانه وتعالى، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم. واهل الذكر في الامراض هو الطبيب. وكما اوصانا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ما انزل الله من داء الا انزل له الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وناخذ الجزء الثاني ده، علمه من علمه وجهله من جهله. علمه هم العلماء الطب، وجهله من جهله باقي فنطيع الله سبحانه وتعالى ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ونستخدم العقل في التعامل مع الخلية الحية. دكتور أسامة حجازي استشاري التخسيس وأمراض الباطنة، أشكرك على هذه المداخلة المفيدة للغاية، ونعود مجددا للدكتور محمد الفايد. طبعا يعني جميل وكلام يعني عالم في مجال الأعشاب والأمراض الطبية. نعم. طبعا، وهو يعني رجل يعني ونعم بأمانة يعني ما شاء الله عليه. يعني هو كلامه كله طبعا موجه بشكل عام لكل من هو بيشتغل في المجال ده بشكل عام. احنا عندنا في ممكن يا دكتور معذره بندرس عامه النباتات، في ممكن بشكل حد مش متخصص فعلا يكون سبب في قتل انسان بجهله؟ طبعا، لانه اداله وصفه طبعا خاطئه. هو شخص معنى كلمه ان هو شخص، هو استخدم نفسه كطبيب وهو مش طبيب. فبالتالي التشخيص نفسه في حد ذاته ده، ان انت تشخص حاجه غير الحاجه دي، مصيبه سودة. تخيل ان انت بتديه نبات غير النبات اللي هو المفروض يستخدمه او بكثره. يعني احنا مثلا عندنا بعض النباتات كملينات طبيعيه، وللاسف النباتات دي موجوده داخل شركات الادويه وموجوده داخل الصيدليات، وبتستخدم كشايات رجيم، يعني كشايات للرجيم وبشكل عالي جدا. وفي نفس الوقت الحاجات دي لما بتستخدم بكثره بتعمل ملينات غير طبيعيه، حاجه فظيعه جدا. وفي نفس الوقت قطر الملينات دي ممكن تعمل حاجه اسمها تسقيط للمعده، وللاسف في ناس كتيره جدا بتستخدمها. مجرد ان انت يبقى عندك امساك يقول لك روح هات الحاجه الفلانيه، طيب وبعدين؟ طب ما هو الملين ده، طب انا بطلته بعد كده الإمساك، بعد الامساك بواسير شرخ شرجي، حاجات كثيره جدا احنا في غنى عنها. فموضوع التشخيص وده حاجه مهمه جدا. فلذلك احنا لما بنيجي نقول للناس التغذيه المناسبه او النباتات المناسبه اللي انت ممكن تستخدمها، ده بعد التشخيص مش قبل التشخيص. طب يعني احنا لازم نوصل للتشخيص الاول ونعرف الاخ او الاخت ديت بتعاني من ايه بالظبط وايه مشاكلها بالظبط. طبعا مشاكلها ديت بترجع للتحاليل بتاعتها والاشعاعات بتاعتها، وفي نفس الوقت ممكن نديله البديل بتاعه مكان الدواء.
او مع الدواء، يساعد مع يعني الدواء. يعني الطب البديل، خلي بالك حضرتك، او الطب التكميلي ما بيقولش لا، لا طبعا للطب اللي هو الكيميائي، مستحيل مستحيل. اي حد يقول لك غير كده يبقى يعني يبقى دجال على طول طبعا يعني. او يعني بلاش نقول دجال، يبقى عنده مقالب اخرى. اي حاله تجي لك بدون تشخيص ما ينفعش ان انت تستخدمها. حتى احنا كتغذيه لما بنيجي نستخدم برنامج غذائي لمرض معين او مريض معين، لازم نرجع هو عنده ايه اصلا. طب عشان انا دلوقتي ما اعرفش كم من اناس قالوا احنا دكاتره وقالوا عندنا عيادات، ولسه الدكتور على فكره انا يمكن انا اعرف نفس الشخص اللي الدكتور اسامه ده بيتكلم يعني عنه. مش ده بالتقريب يعني، يعني هو بالتقريب بس انا فعلا يعني اسمع الكلام ده بشكل كبير طبعا. بص هو حضرتك ازاي اديني السناره وما تدينيش السمكه؟ طيب. ازاي انا دلوقتي راجل اجهل المساله تماما اعرف منين ان ده طبيب متخصص؟ انا مش هروح اقول له اديني مزاوله المهنه، او ان انت طبيب، او ان انت خريج في كليه الطب او من كليه الطب. تمام. لما اعرف منين ان هو يعني بكلامه مش مظبوط؟ بص حضرتك هقول لك على حاجه، هم الاطباء معروفين في كل مكان. يعني النهارده ما فيش واحد هيكتب اسمه على مكان معين ويقول انا دكتور ويطلع مش دكتور. ده مستحيل مستحيل مستحيل. جيد. واخد بال حضرتك؟ ده من الامور اللي هي المستحيله اللي ممكن تحصل. تمام. انت النهارده حضرتك طبيب البطنه مكتوب على العياده بتاعته بطنه، طبيب القلب مكتوب عنده قلب، الصدر مكتوب صدر، مسالك بوليه هكذا، او عياده دمويه هكذا. كل طبيب له تخصص معين مكتوب عليه التخصص بتاعه هو بتاع ايه بالظبط. تمام. هو كل الموضوع بالنسبه لنا احنا كطب قديم او بديل، هو انا في بدايه الامر لما قلت قديم لان ده هو اللي اتبنى عليه البشريه من بدايه الامر، اللي هي الزراعة عامة بشكل عام. أي نبات خارج من الأرض ده استخدامه لإيه؟ إحنا في حضرتك النهاردة عندنا نباتات بنستخدمها في الغذاء، وممكن برضك نستخدمها كأدوية عشبية زي الملوخية زي السبانخ زي بعض النباتات الطبية الجميلة ديت، إحنا بنستخدمها كطعام وهي في نفس الوقت أصلا دواء. أنت واخد بحرك، بس بتتعامل بطريقة معينة أو بشكل تاني مختلف عن الطريقه ديت. اي حد يخرج بمنتج ويقول لك المنتج ده انا كذا 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 والمنتج ده تكلفته بهذا بالشكل ده، طبعا دي كلها امور نصب بشكل كبير جدا، لان كل المنتجات او كل الاعشاب اللي موجوده على مستوى العالم عندنا هنا في مصر مستوردين كبار قوي بيجيبوها من بره، بتبقى موجوده مراكز البحوث بتوفر المنتجات دي بشكل كبير جدا. مفيش حاجه اسمها ان ده محتكره. ازاي انت محتكر وانت عندك شركات ادويه رهيبه على مستوى العالم كله؟ ازاي ما قدرتش توفر لك اللي العشاب ده عمله؟ مستحيل الكلام ده طبعا. ده كله كلام مش مظبوط خالص، بس بيختلف الامر ما بين ان الاثر الجانبي بتاع العشبه عن طريق حد متخصص النسبه بتاعته قليله شويه عن العقار او العقاقير اللي انت بتستخدمها الكيماويه. احنا خلصنا وانتهينا ان لابد تحت ان يكون العلاج بالاعشاب تحت اشراف طبيب متخصص بالظبط في الطب البديل او الطب بالنباتات. بالظبط. تمام. حضرتك شجعتني ان انا اسالك، ووقت الحلقه صلح. يعني اوشك ان ينتهي. احنا اتكلمنا عن الثوم والبصل وفوائد الثوم والبصل، ولو اخذنا ثوما او بصلا بطريقه خاطئه ممكن تعمل اثارا جانبيه. لا حضرتك لحظه بس، او مفيش حاجه اسمها ثوم او بصل يعمل اثار جانبيه خالص. انت قلت الطريقه لو خطا. لا لا، احنا قلنا كل شخص ليه طريقه معينه، لكن احنا ما قلناش ان هو يعمل ما يعملش اثار لا جانبيه خالص نهائي. الثوم او البصل بالذات ما يعملش اثار جانبيه غير اذا كان الشخص ده مريض بحاجه تانية. يعني مثلا مريض قولون فهنا يعمل اثار جانبي، لكن لو شخص عادي، احنا بنتكلم على الشخص العادي، ما يعملش ابدا اي اثار جانبي. العبره الاثار الجانبيه عشان الشخص نفسه، الشخص نفسه ده مريض بحاجه معينه. بالظبط. الله يفتح عليك. عنده عله ما فده نعم. برضك لازم يكون جيد تحت اشراف طبيب. ما انا مش متخصص ولست طبيبا. هذا اولا. الامر الثاني يا دكتور، عشان نبقى خرجنا كده برضه بروجيتا نباتيه، واحنا كتير مننا يقول لك مثلا لو عايز تخس خد كذا، عايز عندك القولون خد كذا، خلطه ان المعده ترتاح. سمينا كده بعض النباتات. طيب وبعض الامور الطيبه اللي ممكن انسان في اكله وشربه يعني تبقى المعده ارتاحت، ويكون هو كمان استفاد من هذه النباتات الطبيعيه. طيب هقول لحضرتك على حاجه. هو اولا اي مكمل غذائي موجود للتخسيس لازم تعرف مصدره ايه، ده من ناحيه العقاقير نفسها، لان احيانا ان المكملات ديت ممكن تكون مجهوله المصدر وتسبب لنا امراض كبيره جدا، ده من ناحيه العقاقير والادويه. من ناحيه الاعشاب والنباتات الطبيه لازم الحاجات ديت انت بتختارها بطرق معينه. اولا
في حاجة اسمها الاختبارات الحسية للنباتات. الاختبارات الحسية ديت لون النبات نفسه، ريحة النبات نفسه، تذوق النبات نفسه، الحاجات دي كلها احنا بنختبر بيها النباتات اذا كانت سليمة او منتهية الصلاحية عن طريق التخزين. ما انا ممكن اقول لك خد كذا 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 كذا، هتروح تجيبهم بدل ما تلاقي نفسك بتخس تلاقي نفسك بتعاني من مشاكل تانية. السبب ان النبات نفسه تخزن غلط وتقريبا الصلاحية بتاعته انتهت وانت استخدمته، فيسبب لك امراض تانية. او حاجة تانية ان زي ما قلت لك في بداية الحلقة اللي هي متبقيات المبيدات الحشرية او متبقيات المبيدات بشكل عام، والحاجات دي كلها بتأثر بشكل عام على النباتات. ايه هي بقى النباتات اللي احنا ممكن نستخدمها؟ اولا لازم اول حاجة في حاجة اسمها السعرات الحرارية لكل شخص، والسعرات الحرارية دي بتختلف. هقول لك طريقة سريعة جدا عشان تقدر تقيس بيها السعرات الحرارية بتاعتك كراجل، والست تقيس بيها. الراجل هيوزن نفسه في 100 في 24، يعني مثلا لو الراجل وزنه 100 كيلو هيوزن ده ال 100 في 24 كيلو في 100 هيديك 2400 سعر حراري. ال 2400 سعر حراري دول انت في الطبيعي لو انت زايد وزنك مشاكلك ان انت بتاكل ممكن توصل لخمس وست الاف سعر حراري. مجرد ان انت توصل لده ده كويس، توصل لل 2400 سعر حراري ده كويس قوي، معدل طبيعي يعني جدا. اوعى تنزل منهم، اوعى حد ينزلك عنهم، لان من الطبيعي جدا ان انا لو عملت لك اي برنامج دايت او رجيم خدت 900 سعر حراري 800 سعر حراري 1000 سعر حراري طبيعي جدا ان انت هتنزل. المصيبة ايه؟ ان انت بعد ما تبطل البرنامج في خلل بيحصل في الجسم، ده الخلل ده كبير بقى. لو هتتكلم على الخلل والامراض اللي هتدخل جسمك دي مصايب سودة. انا بقى مش بتكلم على ده، انا بتكلم على انك بعد ما تبطل ده ايه اللي هيحصل؟ ان الجسم هيزيد ارجع من مكان، بس الاول كان الجسم سليم صحيا، دلوقتي هيرجع اكتر من مكان عنده مشاكل صحية. خلي بالك من الفرق كبير قوي. يعني التخصص، هنرجع تاني للتخصص، التخصص، ولازم تقيس نفسك بالظبط عند حد متخصص ان هو بيديك برامج معينة تمشي عليها، والنباتات دي ايه بالظبط اللي انت هتمشي عليها. دي توعية جميلة جدا يا دكتور محمد، لان البعض مسألة وصفات الدايت والرجيم كل واحد جرب وصفة بيقولها لزميله بيقولها لصديقه، والتاني بيمشي وراه، واحد راح لطبيب كتب له على نظام غذائي معين، الاخر زوجته بنته ابنه صديقه زميله في العمل يسير على نفس الوصفات او نفس النظام الغذائي ده، فبينفع مع حد وبيضر التاني. مش كده ولا ايه؟ بالظبط. طبعا مش كل حاجة، لان الجسم بيختلف ما بين طبيعة واحد والاخر. وبعدين زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان ممكن يكون شخص معين بيعاني من مشاكل صحية في حاجة معينة، يعني مثلا واحد مريض ضغط، واحد مريض قلب، واحد مريض سكر، واحد مريض كبد، واحد عنده مشاكل في الكلى، قصور في الكلى، واحد عنده مشاكل في الاوعية الدموية، هل كل ده يمشي ده زي ده زي ده؟ مستحيل طبعا، مستحيل جدا. يعني في حاجات هتأثر عليه، ولكن هنا احنا بنتكلم لو انا عاوز اديك وصفة انا هديك وصفة على واحد سليم لا يعاني من اي شيء، واحد عمره يتراوح ما بين العشرين للخمسين سنة، ده شخص لا يعاني من اي مشاكل مرضية. الكلام اللي انا هقول لك عليه ده تنفذه عليه. طب عنده اي مشكلة صحية لازم يرجع للطبيب المتخصص. أيوة. يقول له يا طبيب انا جيت لك عشان خاطر عاوز اخس، وهو مش بتاع تخسيس وليكن بتاع قلب مثلا، بس انا سمعت فلان الفلاني بيقول ان في وصفه فلانيه والوصفه اهيت، حضرتك الوصفه دي تمشي مع المرض بتاعي ولا ما تمشيش؟ احنا حضرتك لو راعينا ربنا سبحانه وتعالى في كل عمل بنعمله الدنيا كلها تختلف. نعم. بشكل عام يعني هي طبعا الضمير ده ومراقبه رب العالمين سبحانه وتعالى، لان التربح السريع ممكن والانسان ما يكونش عنده ضمير وما عندوش، وزي ما انت حضرتك قبل كده كل المنتجات اللي هي بتتعرض بشكل عام هي موجوده اصلا في الارض، موجوده في الغالب في كل مكان، روح اي مركز بحوث اسالها هتلاقيها. طب روح انا اي حد هتلاقي ده موجود، أنا بسمع يعني متوفر. بعض الزملاء وبعض الاصدقاء يقولوا احنا بنخس عن طريق نظام الكيتو. النظام ده ينفع لكل الناس؟ بص حضرتك في نظام احسن منه اللي هو النظام الاسلامي، الصيام الاسلامي العادي بتاعنا اللي الرسول عليه السلام قال لنا عليه صوموا تصحوا. يعني كان في الحديث كلام لكن المعنى طيب صحيح. هنتكلم لو حضرتك، بس اصل الموضوع ده كبير جدا يعني الموضوع ده مثلا عاوز وقت طويل خالص، بس انا هتكلم باختصار عليه. هقول لك الفرق ما بين الصيام العادي والفرق ما بين الصيام الكيتو الاثنين. الصيام العادي ده انت بتصومه تقرب لربنا سبحانه بنية. وتعالى، وفرض مفروض عليك اللي هو الشهر او الحول كل ما يمر عليك لازم في شهر معين تصومه، وفي الاحيان او في الغالب الايام اللي الرسول عليه السلام امرنا بيها بالصيام او احنا بنتقرب لربنا سبحانه وتعالى بيه ومحبه في سنه الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، فدي بيحصل من خلالها عمليه هدم وبناء للاوعيه والخلايا الدهنيه والخلايا البروتينيه وكل الخلايا اللي موجوده في الجسم بالكامل. تخيل ان الصيام الرباني دوت
بيمنح حدوث كل المشاكل اللي موجودة عندك بالكامل. تخيل ان الصيام الرباني ده بالكامل، الصيام الرباني ده حضرتك بيعمل ايه؟ لو عندك مشاكل ضغط، لو عندك مشاكل قلب، لو عندك مشاكل سكر، لو عندك مشاكل في المعدة، لو عندك مشاكل في العظام، لو عندك اي مشاكل، لو عندك مشاكل في الفم، لو عندك تقرح في المعدة، لو عندك اي مشاكل، الصيام الرباني ده بيجدد كل ده لوحده. سبحانه. بالنسبة للصيام بقى والتخسيس، الصيام الرباني ده محرقة، محرقة كده للإنسان اللي بيصوم، محرقة، الجسم ده بقى طلب لمحرقة، مفرمة، حاجة سريعة جدا بتزود بها حرق الدهون لوحديها، ده الصيام بتاع ربنا سبحانه وتعالى. طب الصيام التاني ده حاجة مفروض عليك، أنت مضطر ليها، أنا ما أقدرش أقول لك ده صح أو غلط. أنت ليه فكرت فيه؟ أكيد أنت مضطر ليه. أنا ما جربتوش. لا مش بتكلم على حضرتك بشكل خاص، أنا بتكلم على اللي هو جربه. حضرتك هو فكر فيه، احنا كان عندنا صيام ربنا سبحانه وتعالى ادهولنا، الصيام التاني ده جاي بردك من ربنا سبحانه وتعالى ادهولنا، بس الصيام التاني اللي هو الكيتو او الصيام اللي هو المتقطع ده بشكل عام، انت ليه استخدمته؟ لانك انت ما تقريبا هم بياكلوا حاجات وما بياكلوش حاجات، انت بتستغنى عن عن احماض دهنيه واحماض بروتينيه اخرى، بتستخدم حاجات وبتقطع حاجات. بس ده بقى حضرتك ليه؟ يعني مش صيام، مش صيام، صيام رمضان يعني. لا لا لا، ده اسمه الصيام المتقطع. ايوه واخد بالك، حضرتك بتصوم ساعات معينه عن اكلات معينه، وبتستخدم في الغالب بعض يعني البروتينات الكبيره، وبتستغنى عن الكربوهيدرات بشكل عام اكتر، الرز والمكرونه والمعجنات والحاجات يعني. دي كلها الدهون برضك حضرتك بتقلل منها بس بشكل، بس ده خطر. انا يعني انا مش هتكلم معاك في خطوره، انا هتكلم معاك ان انت اضطريت ان انت تعمله، فانت مضطر ليه خلاص، موضوعك منهي. بس انا كحد عاوز يبقى جسمه افضل وكويس وحد يبقى كويس جدا والصيام بتاعه يجيب معاه نتيجه كويسه قوي، ارجع للصيام الاسلامي، ده روعة، دي النصيحة. الإنسان يعني يصوم الصوم اللي ربنا أمره، يتطوع سواء كان بقى تطوعا أو أي كان تطوع أو تقرب لربنا سبحانه وتعالى، قربة يعني. بالظبط، الله يفتح، وجسمه هيبقى إن شاء الله تعالى دابيت صحيح، دابيت مبني خمس أدوار حضرتك كل يوم بنهده وبنبنيه، ده الصيام الإسلامي، البيت ده بنهده وبنبنيه، هكذا الجسم، هكذا الجسم. ما قلناش الوصفة للإنسان الصحيح من طيب 20 سنة ل 50 سنة وهو يخلو بفضل من الله من الأمراض. طيب احنا مثلا عندنا في حاجات، في خمس حاجات لازم نهتم بيهم قوي، اللي هم عشان نخسي لازم يعملوا ايه. اول حاجة لازم الحاجات اللي احنا نستخدمها تساعد معنا في حرق الدهون، تاني حاجة تملى المعدة بالألياف الطبيعية، تالت حاجة تعمل اتفضل. كل جمله محتاجه وصف. طيب الالياف الطبيعيه، لان في بعضنا يسمع الياف طبيعيه وما يفهمش. انا هقول لحضرتك ايه الحاجات اللي انت هتستخدمها، يعني انا بقول لك الخلطه اللي احنا هنقول عليها ديت المفروض تعمل ايه في الجسم، او اي حاجه انا هقولها دلوقتي المفروض تعمل ايه في الجسم، ولو عملت عكس ذلك يبقى المفروض ان احنا ما نستخدمهاش. اول حاجه تملى المعده بالالياف الطبيعيه، تساعد معاك على حرق الدهون، تعمل عمليه ادرار للبول في حاله وجود ميه زياده موجوده في الجسم. رابع حاجه ان هي بتساعد معاك بشكل عام على الشبع، بتحسسك بالشبع الدايم بشكل عام. الحاجات دي مهمة جدا ان احنا نستخدمها، دي وصفة انا هقولها لك. الوصفة ديت ممكن استخدمها عن طريق حاجة اسمها بذور القطونة، ان انا اجيب بذور القطونة عادي خالص، بذر يعني حاجة يعني الثمن لا يذكر للفقير والغني. بيقولوا عليه بذر الكتان؟ لا، بذر القطونة يختلف ما بين بذر الكتان وبذر القطونة. ده حاجة وده حاجة. بذر القطونة دوت احطه في المية، معلقة مية عادية خالص من حنفية ما فيش أي مشكلة، وبعد كده هدوبها كويس وأشربها، وأشرب وراها كمان كوبايتين مية، بحيث ان دي بتملى المعدة بالألياف الطبيعية، دي أكتر حاجة بتحسسك بالشبع الدايم وبتساعد معاك على حرق الدهون اللي موجودة في الجسم. بالنسبة لبذر الكتان ممكن استخدمه مع بذر الكتونة وحب الرشاط في حالة لو أنا عندي مشاكل في العظام وأنا بخس. يعني أنا مثلا بخس بس أنا عظمي بيوجعني، ممكن استخدم التلاتة على بعض عادي مفيش مشكلة خالص بنفس الطريقة، وممكن استخدمهم على لبن برضك عادي مفيش مشكلة، كده أو كده هيمشوا معانا مع الأكل العادي. مع الأكل العادي، منهم إن أنا بقوي العظام بتاعي، وفي نفس الوقت إن أنا ببنى المعدة بالألياف الطبيعية وبحاول إن أنا أنزل الوزن. بالنسبة للأعشاب اللي أنا ممكن استخدمها كمشروبات يومية إن هي تساعد معايا بشكل عام على نزول الوزن وفي نفس الوقت تزود موضوع الحرق عندي، الاعشاب دي اول حاجه هتبقى عباره عن حاجه اسمها زهره بابونج، وزهره البابونج دي انا اتكلمت عليها كتير قبل كده
يعني في اماكن تانية خالص. زهره البامونج دي بيستخدموها في المانيا المشروب القومي بتاعهم اللي هو الشاي زي الشاي بتاعنا كده اللي هو الاحمر ده، الشاي بتاعهم في المانيا، لدرجه ان هم من كتر الفوائد العظيمه بتاعته بقوا يستخدموه في غسيل البرادات والمغاسل الكبيره والحنفيات والحاجات دي كلها كتعقيم. يعني البامونج ده حاجه جميله جدا ومفيده للجهاز الهضمي بشكل عام. يبقى اول حاجه هجيب 100 جرام بامونج، تاني حاجه هجيب 100 جرام بردقوش، والبردقوش هنا ان هو منظم للضغط ومضر للبول ومفيد جدا بردك للجهاز الهضمي بشكل عام. وعلى فكره البابونج بردك منوم للاطفال ومهدئ للكبار. ثالث حاجه هستخدمها بردك 100 جرام زعتر، لان الزعتر بردك كويس جدا خصوصا كمان لو في اي مشاكل عندي في الحجاب الحاجز او في الجهاز الهضمي. النعناع بردك 100 جرام نعناع بشكل عام مفيد قوي ويجيب معايا بردك نتائج كويسه جدا. هجيب 5 جرام، شوف بقى حضرتك، هجيب 5 جرام سنمكي في وسط الحاجات دي، هجيب 5 جرام سنمكي. ال 5 جرام سنمكي مع الاعشاب اللي انا قلت عليها ديت هاطحن كله مع بعضه، وبعد كده هعمله زي الشاي الكشري. قبل كل وجبه او قبل الفطار هاخد نص معلقه صغيره واحطها واحط عليها الميه بدون سكر بدون اي حاجه، اسيبها لمده 5 دقائق، بعد كده اصفيها واشربها. كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها، الاحساس بالشبع، حرقان الدهون، تزود الحرق معانا، تملى المعده بالالياف الطبيعيه، تضر البول، تساعد معايا في الاحساس بالشبع. ده مع الانسان الطبيعي الذي يخلو بفضل الله من الامراض ان شاء الله من عمر 20 سنه لعمر 50 سنه ان شاء الله. يعني الوصفه دي مش لاي احد، يعني لو حد بيعاني من عفوا الله ياكم لا ياخد نفس الوصفه دي، مرض السكري ياخد نفس ياخد نفس الخلطه ديت ويروح للطبيب المتخصص يقول له انا لقيت الخلطه ديت اعملها او ما اعملهاش، هو بقى يقول رد عليه يقول له دي تعملها او دي ما تعملهاش. نعم دكتور محمد الفايد، طبعا حضرتك نورتنا وشرفتنا، وكان معايا اسئله كثيره جدا حول الطب البديل او الطب بالنباتات. اسال الله عز وجل ان يحفظك. نورت الندى ونورت برنامج بوضوح. مشاهدينا الكرام، يا رب نكون افدناكم بهذه المعلومات، نبعد تماما عن الناس اللي ممكن يعني تعرضنا لمشاكل صحية، نذهب إلى الطبيب المتخصص سواء كان يعني هيعالج بالشفاء من عند الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين، هيعالج بالحبوب الكيميائية أو بالأعشاب والنباتات، نذهب إلى المتخصص. ودي نصيحة غالية تماما، مسألة الوصفات، واسأل المجرب ولا تسألش طبيب، كلام كما استفدنا من الدكتور محمد الفايد ودكتور أسامة حجازي، كلام ما أنزل الله به من سلطان. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.